يا نور يا نور، ردي على التليفون. شو صاير لهي؟ لك يا نور، لك مالك شايف التليفون؟ لا تردي، لا تردي، انا تركته اصلا عم بيرن. واحد اثنين ايه بعدين خلينا نشوف مين عم بدق. انا بعرف مين هذا. وائل. هلا بدك تضلي هيك عم تعدي واحد اثنين ثلاثة بطيخ؟ ردي عليه حاجة بقى، انصرعت. انا قصدا ما بدي رد عليه بسرعة، لانه قبل شوي وقت ما رديت بسرعة فتح معي تحقيق طويل عريض. هلا شوفي، واحد اثنين ثلاثة اربعة. هلا الو، اهلين حبيبي. لا طولت لحتى رديت لانه كان التليفون كتير بعيد عني، وانا ماني متوقع حدا يدق لي. انا ما كنت عم بحكي مع حدا على الموبايل. حبيبي كونك بتحب تتزاكى، ليش ما دقيت على الموبايل وشفته اذا مشغول ولا لا؟ قلت لك ليش طولت لحتى رديت. وائل لا تجنني. حبيبي قلت لك ليش طولت لحتى رديت، يعني ما بدك تبطل هالشك؟ انا ما عم صرخ حبيبي، سمعتني عم صرخ شي؟ انت اللي عم تصرخ. حبيبي انا هاي طبقة صوتي، إذا مانك حافظها فهي مشكلتك. ماشي يا وائل، وأنا كمان تعيد حساباتي. ماشي باي. معقولة يعيد حساباته؟ لك شو عملتي يا نور؟ إيه ما صدقنا لقطنا الصبي. إيه يصح له، يتقبر قلبي. عن جد ما بتحب التمثيل يا قلبي؟ لا تقولي، لا تقولي تاني مرة، عن جد عن جد أنا بزح. لا يعني أنا مو قصة ما بحبه، بس ما فكرت في الموضوع من قبل. يعني وحدة بجمالك ودلالك ما لازم تفكر بشي، خلي غيرك يفكر عنك. أنت بس وافقي تحطي رجلك بالتمثيل وشوفي شو بيصير. يعني دينا وكل الممثلات رح تحطي يوم جيبتك الصغيرة. طيب بس أنا بحس حالي ماني موهوبة. بس أنا بحس بإنك موهوبة، والموهبة عم تشرشر منك تشرشور. لك عيونك، عيونك بتخلي الحجر يحكي. أنت بس توافقي تحطي رجلك بالفن لحتى تخلي دينا وكل هالعاهات هدول يتركوا المهنة. عاهة؟ العفو منك يا قلبي. لك أنت مثل البدر بليل ظليم، اللي بقصده هو النمر الثانية، هدول اللي بتعرفيهم منيح. نمر؟ بس